اسمي ام محمد، طبعا ام لثلاث اولاد، وشايفين كيف عشتنا وكيف يعني هالقعده اللي قاعدينها وهالعمره اللي قاعدين فيها، يعني معرضه باي وقت لتنهار. وعدتنا كلياتها خوف ورعب طبعا، وبارد كثير، الجو عندنا كثير كثير برد، يعني ايدينا شوف كيف من البرد صفر وزرق بصيروا. انا صار لي هون تقريبا بمخيم الجليل صار لي تقريبا شيء 5-6 سنين، وهذا المبنى يعني بدي اقول لك مو مجهز للسكن البشري بصراحه، يعني لانه مضعضع وكثير ما الناس شافوه قالوا هذا معرض للانهيار، هوا وبينزل مطر وشغلات كثير فيه سيئه. المنطقه هون كثير بارده برد، واذا ما في برد بتلاقي الجليد والثلج بقصر بسمار برا، حتى البرد بياثر على وضع ابني، انا ابني مريض. والمساعدة طبعا اللي عم ناخدها هي مهمة كتير كتير يعني، بس مو كافية يعني، بدنا إن شاء الله بلكي بزدونا إياها شوي لحتى تكفينا يعني. وعنا كتير كتير برد، خصيتها بالليل يعني درجة الحرارة بتكون كتير واطية، 4 تحت الصفر 5 تحت الصفر، يعني كتير كتير بارد عنا الجو، ما عم نلحق نزود طبعا، يعني الصوب ليل نهار شغالة ما عم نلحق. أنا اسمي أم محمد، أنا من سكان اليرموك، أنا فلسطينية سورية. أنا حكمت الظروف علي إني أطلع من بلادي، يعني طبعا ظروف غصب من عني، وجينا هون على لبنان. أنا يعني بحكي مشكلتي ومشكلة كل مهجر معي، مو بس باسمي، اسم كل مهجرين. أنا هون مثل ما أنتم شايفين، أنا طلعت بعدت عن أهلي، بعدت عن إخواتي، شنطتنا كل واحد صافة بديرة. إجيت قعدت قاعدة، أنا هلأ مثل ما أنتم شايفين أنا قاعدة بمقبرة، هاي غرفتي، قاعدة بقلب مقبرة، أنا غرفتي عم تدلف رطوبة، أمراض من ما طلعنا من كتر البرد، إحنا ما متعودين على هذا البرد هون بلبنان، يعني برد لا يوصف، يعني ما عم نقدر نتحمل هذا البرد. مازوت يعني ما هديك، يعني بدنا مازوت ما في كفاية، يعني مثل مبارح انقطعنا من المازوت، ما في مازوت نطلع نجيب، ما قدرنا نطلع نجيب من هالعاصفة. أنا من البرد بعد المغرب أو قبل المغرب حتى ما عم استرجع أطلع من البرد، المي متلجة.